طيب سؤالي الجاي ليك هو يخص بلدنا، بلدنا مصر. لو عند علم حضرتك ان منتخب مصر هو المنتخب الاكبر في القاره الافريقيه على مستوى الارقام وتاريخه في بطولات القاره الافريقيه، لما نعوز نعمل تطوير شبه التطوير اللي حصل في الكره البلجيكيه، وحط في اعتبارك التعداد السكاني الكبير لمصر اللي يزيد عن 100 مليون نسمه، هل الامور تبقى اصعب ولا الامور تبقى اسهل؟ أنا لا أعرف تحديدا الموقف هناك في مصر، ولكن أنا أعرف أن مصر لعبت في كأس العرب وخسرت في الدور قبل النهائي، ولكن الأداء لم يكن سيئا، وأعتقد أن المدرب كان كارلوس كيروش، وهو مدرب متميز جدا، كما أنني أعرف أن المدير الفني موجود لكي يجعل المنتخب الوطني يفوز بالمباريات. هذه هي فلسفة أي مدير فني. أما مدربي الأندية فهي قصة مختلفة تماما. أنا مع أنني أطور من مستوى مدربي الأندية، ويكون هناك حوارات ومناقشات مع مدربي الأندية. ننتقل إلى مرحلة المدربين المديرين الفنيين، ولكن نبدأ مع المراحل السنية 16 17 18 عاما، هذا هو الأفضل. ثم لابد أن يتبع المراحل السنية للشباب فلسفة الفريق الأول وما يقوله المدير الفني. الفريق الوطني أمر مختلف، ولكن عندما تطبق الفلسفة لمدة 6 أو 7 أو 8 أعوام ستكون النجاحات أفضل والإنجاز أفضل وأكبر. ثم علينا أن ندرك أن التطوير لابد أن يواجهه مقاومة من بعض الناس، حتى لو هؤلاء الناس هم من مشاهير كرة القدم، ولكن لابد أن نوجد وسيلة للمناقشة معهم وإقناعهم. والأهم، إذا كان لديك لاعبين جيدين سيكون لديك أداء أفضل ونتائج أفضل. والحقيقة في كرة القدم لا يمكن أن تغير الواقع في كرة القدم. أما بالنسبة لمصر، عليكم أن، وكل دولة ليس مصر فقط، عليكم أن تغير. لابد أن تكون الإدارة العليا قوية جدا، وتبدأ خطة طموحة لمدار 6 أو 7 أعوام، وتكون خطة لها فلسفتها يطبقها مديرين فنيين عاليين المستوى في ويفهمون في كل مجالات عمل كرة القدم. إذا فعلتم ذلك بالتأكيد ستكون كرة القدم لديكم أفضل. وأنا هنا لا أعني بالكرة القدم أفضل، أعني النتائج، ولكن أعني مستوى كرة القدم ككل ليس النتائج فقط.